عشان عجلة الإنتاج تدور والنشاط الاقتصادي يزيد، كان لازم نربط كل مدن مصر مع بعضها بطرق حديثة سهلة وسريعة وأمنة. ضرائبك اللي دفعتها ساهمت في إنشاء وتطوير شبكات طرق وكباري كتير في أقل من سنتين، ده غير اللي لسه هيخلصوا السنة دي، وده كمان غير الكباري الكتير اللي عملنا لها صيانة. طرق كتير اتعملت بأحدث المواصفات والخدمات العالمية في محافظات كتير زي الإسماعيلية، بنها، وادي النطرون، الفرافرة، إنا سفاجة، سوهاج الغردقة، أسيوط البحر الأحمر، ومشاريع كتير جاية في الطريق. قدامنا طريق طويل علشان نوصل لهدفنا، عشان كده ابتدينا بشبكة طرق وكباري حديثة تنقل منتجاتنا وتنشط سياحتنا، ولسه اللي جاي أحسن. طول ما احنا ايدينا في ايدين بعض هنوسع طرقنا وهنبني بلدنا بفلوسنا وضرايبنا.